نجم تقول توا ثم 60-70% تخدم بالزبده. توانسه تخدم بالزبده. اللي قاعد تشوف فيها تحتمل انك تمشي كل بوبيره تلقى قاعده في. ماشي الدبوزه تاعها مرفوعه في الشتاء تقل. في الصيف موجوده الماء. موجوده. تصرف المحكم في النفايات، وهذا كل كما قلت معناها تعطي إمكانية باش تعمل الاقتصاد الأخضر، تنقص علينا التلوث. ميزانية ما فهمش الكمايد اللي يهزوا الزبلة ويرفعوا الزبلة ديجا ما فهمش، وماشي كل ديجا نتاع عوين وكذا، هذا كله يأثر على الخدمة. ثم كميات كبيرة من نفايات بلاستيكية توصل للحر، واللي احنا معناها مش نحاولوا كيفاش معناها نوضعوا البرامج اللازمة لتغيير السلوكيات ولإحكام التصرف في البلاستيك هذايا.